في المباراه النهائيه ايا ما كان مين الطرف الاخر وايا ما كانت حتى تلعب فين، لو الاهلي كسب هيرفع علم مصر. فيجب ان يكون الجميع يقف مع النادي الاهلي في قضيته العادله، اللي بالمناسبه هي قضيه عادله ومنطقيه، والكل ينتظر ماذا سيحدث في هذه القضيه. السيد وزير الشباب والرياضه اعتقد ان هو هيكون له دور في، زي ما سمعنا الكابتن خطيب النهارده كان هناك اتصالات مكثفه مع السيد الدكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه، ايضا الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، عشان يبقى في موقف توافقي، لانه الكل يعلم مدى احقيه النادي الاهلي في موقفه. سيبكم من الكلام اللي بيتقال ان البعض بيردد ان اصل دي ديمقراطيه ايه؟ هي ديمقراطيه عارفين حضرتك، بس انا مش عايز اقول، لكن انا هقول، كان نفسي ما اقولش الكلمتين دول غير لما اتاكد، لانه انا مش عارف اوصل للائحه في الاتحاد الافريقي حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن من مصادرنا داخل الاتحاد الافريقي مصدر واثنين وثلاثه، والله العظيم زي ما بقول لحضراتكم كده، انا كلمت مصدر وعويس كلم مصدر وحد تالت كلم وعمر كلم مصدر. والثلاثه قالوا لنا احنا الثلاثه نفس الكلام، اللي هو ايه؟ اللي هو ان لائحه تنظيم او نظام المسابقه ان ما ينفعش يكون في اختيار او منافسه ما بين بلد نظمت النسخه السابقه وبلد ما نظمتش خالص. عشان كده المنطقي ان السنغال كانت تنسحب. فالحقيقه انا مش عارف ان ده الكلام ده صح ولا غلط، ولكن انا الكلام ده اتقال لي من مصدر واثنين وثلاثه داخل الاتحاد الافريقي. لكن بدور على اللائحه، لو حد عنده الكلام ده او اللائحه دي يا ريت يبعتها لي او يبعتها على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. هل ده حقيقي او بند موجود في اللائحه الاساسيه للاتحاد الافريقي؟ ان في اختيار الدوله المضيفه لنهائي دوري الابطال، ان ما ينفعش فيما معناه، يعني اللي انا بقوله ده كله معناه ايه؟ معناه ان الدوله ما ينفعش تاخد او تستضيف مرتين ورا بعض. الدولتين اللي احنا كانوا قدامنا ايه؟ السنغال والمغرب. السنغال ما نظمتش قبل كده، المغرب نظمت السنه اللي فاتت. فمن المفترض ان كان يتم استبعاد المغرب من الاساس. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ انا ما اكذبش على حضرتك واقول لك ان انا عندي معلومه 100%، لا انا زي ما قلت لحضرتك كده ان انا بقالي من امبارح للنهارده عاملين اتصالات مكثفه مع مصادر كثيره جدا داخل الاتحاد الافريقي، بس مش عارفين نوصل للائحه، مش عارف اوصل. انا الحقيقه بقول اهو ان انا مش عارف اوصل لها. هل الكلام ده موجود في اللائحه ولا لا؟ هفضل ورا الموضوع لغايه لما اشوف. عشان كده خلوا السنغال انسحبت ليه؟ عشان يقول ما فيش غير المغرب بس هي اللي موجوده، فبالتالي احنا اديناها للمغرب، ما هو ما حدش تاني يقدم. لما تقعد تفكر فيها كده هتلاقيها منطقيه. لا بقى في تصويت ولا بقى في حاجه، خلاص من الاساس ما بقاش في حاجه من المواضيع دي. حتى الخبر اللي تم الاعلان امبارح ما قالش تصويت، قال اخترنا المغرب عشان السنغال انسحبت. طب السنغال انسحبت ليه؟ ما حدش عارف. طب ايه اللي حصل؟ ما حدش عارف. طب هل رئيس الكاف كان عنده علم باللي حصل ده كله؟ اللي بيتقال ان هو لا ما كانش عنده علم بهذا الموضوع، معرفش ازاي، لكن هي معلومه غير، يعني انا برضو للامانه لازم اقول الكلام ده للامانه، انا المعلومه دي مره تانية انا بنفسي كلمت حد مصدر ليا ومصدر يعني ثقه كبيره جدا، وقال لي ايوه مظبوط 1 2 3، واحمد عويس عمل كده رئيس تحرير هذا البرنامج عمل كده وكلم حد وقال له هذا الكلام صحيح 100%، عمر البنوبي قال له هذا الكلام صحيح 100%، لكن ما عنديش حاجه اطلعها لحضرتك اوريها لك، انتوا متعودين مننا على كده. ولكن لما تقعد تفكر في الموضوع ده منطقيا، منطقيا طب هي ليه السنغال انسحبت؟ بالعكس السنغال عايزه تكبر الملعب بتاعها والناس كلها والافريقيا كلها والعالم كله يشوف الملعب الجديد اللي عاملينه والكلام ده كله، وكان هناك زخم كبير على هذا الملعب ويعني المواضيع ما كانتش
باينه جدا في مباراه منتخب مصر، او كان في مشاكل في مباراه منتخب مصر، وبالتالي عايزين يقولوا لا احنا ما عندناش مشاكل وان احنا نقدر نسيطر ونقدر نعمل. فالمنطقي ان هو يروح السنغال. طب ليه انسحبت السنغال؟ عشان لا يبقى حد يقول لك تصويت، ولا حد يقول لك ان ما ينفعش الدوله اللي استضافت السنه اللي فاتت تستضيف مره ثانيه، لانه هي الدوله الوحيده اللي موجوده اللي هي المغرب. اتمنى ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني ويكرم كل اصدقائنا اللي احنا يعني بنحاول ان احنا نبحث عن هذه اللائحه اللي بتقول هذا الكلام، على الرغم من التاكيدات جايه لنا من مصادر مهمه جدا جدا وثقه جدا جدا، ولكن انا بقول الكلام ده وانا بقول لحضرتك ان هي معلومه اتقالت لي من مصادر، وليس ما عنديش لائحه، ما شفتهاش في لائحه، عشان كده بس انا حبيت اقولها لحضرتك.